افتح عاد افتح افتح عاد شلون ايش فيه افتح نبي ندخل افتح فيك تبي اوكي نعم ذي حركات مشجعين ايش تبي تلبس الشعار حركات مشجعين تلبس التيشيرت حركات مشجعين اوكي كل شيء اوكي بس ذا ليش لا يبقى ذي كعابي تلعب انت اليوم اي نعم نلعب انا حسد لكم حسد وطجنا بفك وجهه افك وجهه طجنا شيف شو مسوي هلال ايوه غلط يا ابو دويش غلط يا ابو دويش فكري ما عارف ايه ترى انا غلط والله غلط يا ابو دويش غلط غلط يا ابوش غلط انت باخر زمن بتعلمني الصح من الغلط فيك انت يا ابو لا ما علمك كيف يا ابو متغاهل ايه بس طريقه تشجيعك غلط ذلا يبا يلبسونهم اللاعبين انت ما تلبسهم يبا انا بحب اجدد بعدين تعال يبا تعال يبا الشرط ذا حق اتلتيكو مدريد اللي باعك اياه ضحك عليك مو بحق الهلال ذا يمشي بعد دوسين كيفي اتبرى لا اليوم انت عقلك شيء والله مو بعاد اليوم والله هلا بحبيبي هلا والله هلا لايق عليك لايق عليك بعده في القلب يا حبيبي ما شاء الله كيف كيف المعنويات على العال حبيبي على العال بلا العال المعنويات انت في الصداره الصداره بلاك ما تدري ايش اللي صاير في المزرعه والله صاير بلاك ما تدري صاير لا تتمسخر ترى اتكلم جد لو تدري ايش اللي صاير داخل الغرفه كان ما قلت المعنويات على حبيبي انا نصحك نصيحه انت وياي بروح اشوف المباراه في بيوتكم شوف المباراه في بيوتكم ترى بدويش ما عنده احترام للخصم لا ما بدويش يا حبيبي خلى الغرفه كرنفال هلالي بوالين هلاليه شعارات هلاليه وفوق كذا بعد تدري ايش يقول بدويش يقول ما يدخل يشوف المباراه واحد مو بهلالي انا ضحك ثانيه انتو يا ضحك ثانيه اشوف المباراه قسما على وادك راسي بعد كفو نوري ما انت بكفو انا ما بكفو والله بدويش ما تقدر عليه مريض انك انت عادي وقاعد تتابع المباراه في مدرج هلالي اي مدرج هلالي وانا عالم الحين كيف الاتحاد يتابع فيه والله تخاسي ما انت بكفو اقول لك انت تخاسي والله تخاسي ما انت بكفو ما تقدر على بدويش يا ابن الحلال افتح دقيقة افتح يا بدويش افتح يا هلال مزرعة ابوك انت على كيفك يا خاص بيجي اليوم خاص على كيفك كيف من هو على كيفك لا مو على كيفك على كيفك على كيفك اصبر حق عمي ابو علي الحق الحق تهوشه والنوري ويا ابو دويش ويا زجران عشان هالكوره تهوشه عشان كوره الحق عليهم يمكن تلحق ما تلحق ادبهم يا ابو علي ادبهم المجلس والنصيفة انا
انا عمي ابو علي انا اقول شيل التلفزيون وفك نمر من شفت واحد فيكم صوتي طالع بجي وكسر ادبهم ادبهم يا عمي ابو علي ادبهم ادبهم يا لا 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 خلكم اجدوا الله يا كبيرهم لا لا واللي يشب الفتره انا حكم غاني حكم غاني لا 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 تقسمون المجلس للصين اتحاد منا وش اسمه شباب شباب الشباب هنا الهلال هنا سمعونا لا وما نبي تعصب ولا نبي تعصب ويحترمونك ويحترموني ويحترموني انا بعد سلام على الفخامة على التصميم على الذوق ساعات إيلين براند فخم هذه الساعة اللي إذا لبستها تلفت نظر الناس اللي حولك ويسألك يقول لك ساعتك من وين شوفوا يا جماعة الخير ايش رايك يا أخوي أبو أحمد والله شيء فخم فخم شيء راقي والله فخم حق شوف 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 الفخامة شوف الأناقة أيوة. حق الناس الراغية اللي تحب الكشخة اي والله حب الشيء الراقي العظيم فخم يا اخوي حماده فخم فخم اشوف اشوف يا ساتر يا الفخامه يا شيخ هذا قاعد احترم نفسك لكم ترى والله ما عندك الحاله وسوي اعلانك لحالك عاد احترم نفسك خلك ان شاء الله ان شاء الله بس من الحماس يا اخوي رتب ان شاء الله ان شاء الله اقل لو يوم واحد عقل ان شاء الله يا قلبي المفروض تقول لي شكرا انا يوم قالوا لي الاعلان فخم والمنتج يبيض الوجه قلت ما اجيب قدامي الا انسان فخم بعد عمري صدق والله مريض اي قلت لهم تبون الاعلان يطلع فخم اخوي حماده اجلبش انا طالبين الاعلان العصر انا رفضت قلت حماده ما يجي الا بعد صلاه المغرب بعد عمري تسلم يا مريض على اللي تسوي بس احبك يا بعد عمري يا بعد شوف الفخامه اي شوف الفخامه شوف الشيء الراقي طالع 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 الشيء غريب طالع الشيء المرتب والله فخم طالع طالع جدا فخم يا جماعه فخم اشوف يستر ام الفخامه يا شيخ اقول لك عاد ترى سويت خلاص يبا سوي اعلانك لحالك سوي اعلانك لحالك لا 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 طلبتك يا حمود طلبتك خلاص خلاص عاقل تسويه مو براحتك لا لا بعاقل خلاص بعاقل خلاص من الله تعتذر بس ما خلص شارك الإعلان إن شاء الله خلنا نخلص خلاص آسف آسف يا أخوي حمادة خلاص ما تعيدها ما عيد استريح 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 يا قلبي استريح 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 يا عمري فديت قلبك والله فديت روحك بس يا بعد عمري وحمادة يا جميل والله ما أقدر فيك ما أقدر فيك يا مريض أحبك أحبك بعد عمري والله أخوي حمادة بعد عمري حبيبي يا أخوي حمادة البراند ذي يا أخوي حمادة براند إيلين طبعا هذا براند سعودي بتصاميم عالمية يسوون الساعات بتصاميم فخمة جدا يا جماعة الخير البراند سعودي وحاصل على براءة اختراع مسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عشان تصاميمهم انه تصاميمهم غير مقلدة وما راح تشوفها في اي براند ثاني يعني ما تشتري منهم ساعة ما راح تحصل التصميم عند براند اللي يميز ساعات إيلين يا أخوان الشكل والتصميم ما أدري واضح في التصوير ولا لا ترى أشكالها جدا فخمة وجدا راقية وشوف اللي لابسها الأستاذ أحمد والله كيف كيف يا أستاذ والله أحمد ذي اللي بأخذها لي صراحة. يدك اللي محليتها يا بعد أمري والله بعد أمري والله يا بعد بس بس عاد بس لا تنهد لنا الحين خلاص خلاص يا جماعة الخير أول ما تلبس الساعة بتغير رايك عن أي ساعة لبستها قبل وهذه مو أول مرة أنا أسوي لهم إعلان الجماعة
بس كذا يا اخوان تقدر تستخدم الساعة الواحدة اكثر في اكثر من استخدام. شلون يعني؟ لو اخذت هذه لون الابيض مثلا. لون الابيض تشتري عليها سير، اي سير تبي اي لون، فيصير الساعة الواحدة استخدمتها عدة استخدامات، موفرين لك عدة قطع. الساعات يا اخوان جودتها عالية وضمانها سنتين، وايضا ضد الماي، وجميع مكاين الساعات صناعة يابانية، يعني مو بأي كلام راح تشتري ساعة محركاتها يابانية. شيء فاخم، شيء راقي والله. أيوة. للأمانة سويت عليها إعلان سابقا، للأمانة الله يشهد علي ما جاتني ولا شكوى عليها، الكل يثني عليهم. حاليا مسوين لكم خصم بطل 50% خصم، والأسعار جميعها تشمل الضريبة والتوصيل المجاني، ولو ما معك فلوس تقدر تقسطها بدون فوائد. استلمها الحين مجانا وادفع بعد اسبوعين اذا تبي بعد اسبوعين.